في إطار حديثنا عن الزواج نود أن نفهم قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. فهم بعض الناس من هذه الآية أن للزوج أن يباشر زوجته في غير المحل الطبيعي للمباشرة، اعتمادا على ما يفهمه من تعبير أنى شئتم، وعلى ما نقل خطأ عن بعض الأئمة. وقد جاء في البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فأنزل الله تعالى قوله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وفي لفظ مسلم: إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، والمجبية هي المنكبة على وجهها، غير أن ذلك في صمام واحد، والصمام الواحد هو المحل الطبيعي وهو موضع الحرث والولد. وفي المسند عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هلكت. قال: وما أهلكت؟ قال: حولت رحلي البارحة. فلم يرد عليه شيئا، فأوحى الله إليه: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، أقبل وأدبر واتق الحيضة والدبر. وذكر الشافعي بسند وثق رجاله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن فقال: حلال. فلما ولى دعاه فقال: كيف قلت؟ في أي الحرثتين، أو في أي الحرزتين، أو في أي الخصفتين؟ أمن دبرها في قبلها؟ فنعم. أم من دبرها في دبرها؟ فلا. إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن. وفي بعض الروايات التعبير بالحشوش والمحاش. إن لفظ أنى في الآية يطلق على معان ثلاثة: أين، ومن أين، وكيف. والمعنى الثالث هو المقصود منها، فالتعميم في الحال لا في المكان كما بينته السنة الصحيحة. والحرث هو الذي ينبت الزرع وهو الولد. وقال مجاهد: سألت ابن عباس عن هذه الآية فقال: تأتيها من حيث أمرت أن تعتزلها، يعني في الحيض، لأن هذه الآية متصلة بآية الحيض. ومن هنا يعلم خطأ من نسب القول إلى الإتيان في غير ذلك إلى بعض الأئمة، فهو مجمع على حرمته، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية صقر، هل للزوج حق في أن يستولي على الكسب الخاص لزوجته بحجة التعاون على مطالب الأسرة؟ يقول الله سبحانه: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ويقول: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ويقول: